مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الشروق، ونبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سقوط طائرة عسكرية واستشهاد ضباط وثلاثة قضاة وطفلان. ورشة سلام شرق السودان تطالب بتنمية متوازنة وإبعاد الشرق عن المحاصصات السياسية. ترامب يهنئ السودان بأعياد الاستقلال ويؤكد الشراكة الأمريكية لضمان مستقبل ديمقراطي. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة استشهاد عددا من المدنيين والعسكريين في حادثة سقوط طائرة أنتينوف قرب مدينة الجنين عاصمة ولاية غرب دارفور. وأشار الناطق الرسمي عامر محمد الحسن إلى أن الطائرة أقلعت من مطار الجنين مساء أمس وسقطت بعد حوالي 5 دقائق من إقلاعها، مما أدى لاستشهاد ضباط وثلاثة قضاة وطفلان. وأشار البيان إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة. وقف النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك على الأوضاع بمعسكر كرينيك في أعقاب الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا، وشاهدوا حجم الدمار والخراب الذي لحق بالمعسكر، كما استمع لبعض المواطنين عن طبيعة ما حدث وأسبابه ودوافعه. هذا وقد أدت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة الجنينة القسم أمام النائب العام، الذي دعا أعضاء اللجنة للالتزام بالمعايير الدولية والقانونية في جمع البيانات والأدلة. عقد نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء اجتماعا بالجنينة مع القيادات الأهلية وأعيان القبائل، وناقش الاجتماع الحلول الممكنة لتحقيق الأمن والاستقرار بالجنينة. ووصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الرؤية التي قدمها قيادات الإدارة الأهلية بأنها رؤية جيدة، وأضاف حمدوك بأنهم وعدوا بمساهمة فاعلة مع بقية المكونات لإيجاد حل يرضي الجميع في أقرب فرصة ممكنة. وقال إن التعامل الجاد والسريع من الحكومة الاتحادية والتعاون من قبل كل الأطراف وساهم بصورة مباشرة في تهدئة الأوضاع بالجنينة، وأكد أن الوفد ماض بخطى ثابتة في إيجاد حل جذري لهذه الأحداث. طالب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والحرية والتغيير بغرب دارفور الإسهام في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار بالمدينة. وبحث حمدوك خلال لقائه قوى الحرية والتغيير بالجنينة الأوضاع الأمنية عقب الأحداث الأخيرة والوسائط والإجراءات الكفيلة بإعادة الحياة إلى طبيعتها. من جانبها تعهدت قوى الحرية والتغيير بالجنينة ببذل أقصى الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من خلال نشر ثقافة السلام بين مكونات مجتمع المدينة. توجه وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك للوقوف على الأوضاع بعد الأحداث التي شهدتها الولاية والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. ويضم الوفد رئيس حزب المؤتمر السوداني ونائب رئيس حزب الأمة القومي وقوى الإجماع الوطني، التجمع المدني، التجمع الاتحادي، التجمع المدني وتجمع المهنيين. أعلنت لجنة الوساطة للمفاوضات استئناف جلسات التفاوض بمنبر جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية اليوم. وقال عضو الوساطة ضيو مطوك أن التفاوض سيستمر في الأيام المقبلة في مختلف المسارات. وثمن الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعاشي خطوة تمديد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقف العدائيات بالمنطقتين. وقال الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض في تصريح صحفي إن إعلان وقف العدائيات في هذا التوقيت يعتبر خطوة مهمة تظهر إرادة سياسية ورغبة قوية غير مسبوقة لتحقيق سلام شامل ومستدام بالبلاد. تبنت ورشة حول سلام شرق السودان أكثر من 60 توصية تتعلق في مجملها بمطالب أهل الشرق وحقوقهم وضرورة استصحاب تلك التوصيات في مسار الشرق في جولات التفاوض المقبلة. وركزت التوصيات على التأكيد على أحداث التنمية المتوازنة في السودان لإزالة التهميش وإبعاد الشرق عن المحاصصات السياسية والإدارية ذات البعد الإثني،
وقال والي كسل المكلف خلال مخاطبته الورشة إن شرق السودان بحاجة إلى سلام يرضي كل مكوناته، باعتبار أن السلام هو أحد أهم محاور المرحلة الحالية. وكشف همة عن مؤتمر لسلام شرق السودان يشارك فيه الجميع وليس فيه إقصاء. قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن السودان لن يسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي. ذلك في مقابلة أجراها حمدوك مع صحيفة الأهرام المصرية، وتطرق خلالها لموقف السودان من مفاوضات السد. وأوضح حمدوك أن السودان يشكل موقعا رئيسيا في ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث أي ضرر يحدث لمصر، وأكد أن مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيا ومن ثم الاتفاق بين الدول الثلاث. تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال السودان. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معربا عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة. وقال ترامب إن الفرصة سانحة وغير مسبوقة لتحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد. هنأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الشعب السوداني بمناسبة الاحتفال بأعياد الاستقلال، وأعربت وفقا للمكتب الإعلامي بالسفارة البريطانية بالخرطوم عن سرورها وهي تتقدم لشعب السودان بمناسبة حلول اليوم الوطني بعد عام من التغيير الكبير، وأعربت عن تمنياتها للشعب السوداني بالسعادة والازدهار في العام المقبل. نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح صحة خبر إغلاق المدارس الدينية باستثناء مدارس كامبوني الإنجليزية، وقال إنه عار من الصحة واستبعد أي توجيه للحكومة نحو إجراء كهذا. وقال مفرح في تغريدة على تويتر إن الوسائط تناقلت إشاعة مفادها إغلاق وزير التربية والتعليم للمدارس الدينية باستثناء مدارس كامبوني الإنجليزية، وتابع مفرح إلى أن الخبر عار من الصحة وليس للحكومة توجه مثل هذا. أجلت القوات المشتركة السودانية الليبية عدد 18 معدنا أهليا من السودانيين كانوا تائهين في منطقة المثلث. وامتدح قائد القوات المشتركة السودانية الليبية أنور عبد الله جهود القوات التي نفذت العملية في إطار أعمالها التمشيطية للصحراء الغربية والشمالية بعد ورود معلومات من المعدنين والمواطنين بتوهان مجموعة منهم. بناء على المعلومات التي ورد إلينا أن عدد 18 من المعدنين السودانيين تاهوا في الصحراء، تم طوال تكليف قوة من قواتنا بالمواقع الخارجية، وتحركت القوة وخلال أقل من 24 ساعة وخلال بالضبط 19 ساعة الحمد لله رب العالمين تم العثور على المعدنين وتم إيواهم إلى داخل مواقعنا الخارجية، تقديم كل الخدمات العلاجية بواسطة الأتيام الطبية الموجودة والغذاء. إلى ذلك قال رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية إن العملية تمت بحرفية ومهنية، وتم إجلاء المجموعة من منطقة المثلث إلى مدينة دونغولا وتقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وغذائية، مبينا إن قواته على أهبة الاستعداد لحماية المواطنين السودانيين وغير السودانيين. بناء على معلومات من المواطنين المعدنين بمنطقة المثلث إنه في مجموعة وإخوة تايهين في الصحراء، تعاملنا مع المعلومة وتم تمشيط المنطقة حول المثلث في أقل من 24 ساعة. الحمد لله تمكنا من العثور على الموجودين، هم في حالة يرسى لها، وتم تقديم المساعدات من المأوى مأكل ومشرب وعلاج، ومن هنا بنشيد بيغزة المواطنين وإنه بلغونا في وقت ممكن.
أعلنت السلطات بنهر النيل عن الإفراج عن 140 نزيلا من سجن الدامر القومي من الغارمين، وذلك بمبالغ فاقت المليون جنيه. وتعهد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين بإطلاق المزيد من النزلاء بعد دراسة حالاتهم. وكشف عن مساع جارية مع الجهات الاتحادية للإفراج عن العديد من النزلاء، وقال حماد إن الوطن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لكل سواعد وعقول أبنائه من أجل نهضته وإعماره. بعد الخروج من السجن بالتأكيد هنالك يعني رجعة مع النفس. أي واحد من الأخوان الليلة ربنا أراد له أنه يطلع، هو نحن بنعتقد أنه الليلة ما 144 شخص، الليلة 144 أسرة، وده مجتمع كامل. أي واحد من الأخوان ديل عنده أخوان وعنده أخوات وعنده والد وعنده والدة وعنده أصدقاء وعنده عشيرة وعنده قبيلة وعنده وعنده. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. وزير الثروة الحيوانية يكشف عن تقرير دولي يؤكد خلو السودان من الأمراض الوبائية. أهلا بكم مشاهدينا وإلى جولة في أخبار المال والأعمال عقب الفاصل. كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله بشر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وقال خلال لقائه تجار ومنتجي الماشية واللحوم بسوق الموالح الذي تعهد فيه بدراسة كل الصعوبات التي تواجه إنتاج وتسويق الماشية واللحوم وتشكيل لجنة لإيجاد حلول لهذه المشكلات مع الجهات ذات الصلة. وبحث الوزير علمية نقل سوق الموالح إلى موقع جديد بجانب تطوير الإنتاج الحيواني وتوفير المخزون الاستراتيجي. وعبر الوفد عن ارتياحهم لإعلان السودان خالي من الأمراض الوبائية، وتوقع أن تفتح الأبواب واسعة لمزيد من الاستثمارات. أكد محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم أن الاستدانة من الجهاز المصرفي في موازنة العام 2020 ستكون في الحدود الدنيا، فيما أكد نائبه المعتصم عبد الله الفكي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي الموجود يكفي لتغطية حاجة الاستيراد لمدة 3 أشهر، بينما الوضع النموذجي 6 أشهر. وأعلن عبد الرحيم خلال مؤتمر صحفي حضر تقديم التمويل لشركات النقد الأجنبي وتمويل شراء العملة والأوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات، واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكبا. وأكد عبد الرحيم التزام المصارف بنسبة العجز في حدود 15%. صادقت حكومة القضارف موازنة العام الحالي 2020 دون فرض أي رسوم، مع تخصيص نسبة 65% للتنمية من جملة الموازنة التي قدرت بأكثر من 6 مليارات. وأكدت وزيرة المالية بالولاية التزامها بعدم فرض أي رسوم إضافية مع الاهتمام بمعاش الناس وتوسعة مظلة التأمين الصحي. وقال والي القضارف المكلف إن الموازنة الجديدة قد جاءت خالية من الاستدانة مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات الناتجة عن البرامج التنموية المنفذة وتلك التي قيد التنفيذ. رياضيا، بدأ الهلال العاصمي تحضيراته لملاقاة النجم الساحلي، ويواجه الهلال السوداني النجم الساحلي التونسي في 11 من الشهر الحالي، وذلك في دور أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات. وتابع التمرين من خارج المستطيل الأخضر 4 لاعبين من بينهم لاعب الوسط المميز أبو عقل عبد الله، كما حضر المدرب العام الجديد هاشم كندورة والمدير الفني حماد الصدقي. بدأت يوم أمس التسجيلات لنجوم الشتاء بالبلاد وتستمر حتى 10 يناير الجاري. وأعلن اتحاد الكرة تعيين لجنة الانتقالات برئاسة أمين الجابري، كما أصدر الاتحاد عدد من الضوابط من بينها أن تتم إجراءات تسجيلات نجوم الدرجة الممتازة عبر النظام الإلكتروني المعتمد من قبل الفيفا. وتم زيادة رسوم أورنيك التسجيلات بواقع 5000 جنيه مقارنة بالتعاقدات الصيفية
التي جرت في يوليو الماضي. مشاهدينا، انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. القوات المسلحة تعلن سقوط طائرة عسكرية واستشهاد ضباط وثلاثة قضاة وطفلان. ورشة سلام شرق السودان تطالب بتنمية متوازنة وإبعاد الشرق عن المحاصصات السياسية. ترامب يهنئ السودان بأعياد الاستقلال ويؤكد الشراكة الأمريكية لضمان مستقبل ديمقراطي. انتهت النشرة، قدمناها لكم من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقع القناة على الإنترنت الشروق.net. وإلى اللقاء.